تقوم دائرة تنفيذ أعمال كرم الأنهر ضمن موقع سامراء إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بإزالة الترسبات الطينية والقصب من أمام مقدم سد السامراء وشمال سد السامراء، حيث تضمنت الخطة التخمينية لهذا العام إزالة 870 ألف متر مكعب من أمام من شمال سد السامراء و600 ألف متر مكعب من مقدم السد و500 ألف متر مربع إزالة قصب، وتم إنجاز 58% من مقدم السد و62% من الأعمال المناطة شمال سد سامراء، وذلك باستخدام الآليات التخصصية اللي وهي كراء الجواهري والكراء سامراء والآليات الساندة الحفارة القياسية والحفارة البرمائية. والفائدة من العمل هو تأمين وتوسيع مقدم سد سامراء وإيصال وتأمين الحصص المائية وإيصالها إلى العاصمة بغداد والمناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية. رئيس مهندسين أقدم سعد محمود حسن مدير الموقع